أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هجرة من روم مصر هنا. What is هجرة؟ جی سر، حجرہ من روم سر، هجرتي میرا روم، my room. حجرت، جی مائی روم، حجرتونا اور روم، حجرتو کا یور روم، حجرتو کی یور روم فار فیمیل، حجرتکما حجرة حكومة. حجرتکما آپ دونوں کا روم کا کے لیے کیا بولیں گے سر؟ اوکے آپ دونوں کا روم. نیکسٹ. جی حجرتکما یہ بھی آپ دونوں کے لیے، آپ دونوں کا روم فار اوکے فیمیل، حجرتکما حجرتکم آپ سب کا روم فار میل، حجرتکنا آپ سب فیمیل کا روم، حجرتہو ہیز روم فار میل، حجرتہا ہر روم، حجرتہما حجرتہما ان دونوں کا روم فار میل، حجرتہما ان دو عورتوں کا روم، حجرتہم ان سب کا روم، حجرتہن ان سب عورتوں کا روم. مس سبينا سر السلام نيكست. عليكم سر. وعليكم السلام. بنتو از ڈاٹر، سو بنتی از مائی ڈاٹر، بنتنا از اور ڈاٹر، بنتکا یور ڈاٹر فار میل، اینڈ بنتکی یور ڈاٹر فار فیمیل، بنتکما فار ڈویل میل، بنتکما فار فیمیل ڈویل، دین بنتکم دیر ڈاٹر، یور ڈاٹر آپ سب کی بیٹی. اوکے یور، اوکے اوکے یور ڈاٹر، دین بنتکنا فار فیمیل یور ڈاٹر، دین بنتہو ہز ڈاٹر، بنتہا ہر ڈاٹر، بنتہما ڈوئل دیر ڈیئر ڈاٹر، ڈاٹر. دیر ڈاٹر بنتہما فیمیل دیر ڈاٹر، بنتہم از دیر ڈاٹر ماسکولن، بنتہنہ دیر ڈاٹر، آل دیر ڈاٹر دیٹ از فیمیل. آمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدرستي my school، مدرستنا our school، مدرستك your school masculine، مدرستك your school feminine، مدرستكما yeah your both your school Yes. address for masculine، مدرستكما you both your school masculine feminine، مدرستكم you all your school you all English very difficult you all your school، مدرستكنا you all your school feminine، مدرسته his school my مدرستها high school، مدرستما their school both مدرس masculine، مدرستهما their school feminine، مدرستهم their school no their school no Dear school, plural their masculine. okay plural masculine their school، مدرستهن their school feminine. التدريب الثاني عشر 12th exercise. اسأل ثم أجب كما في المثال. Answer then ask then answer like in the example. مثال example سيارة car. هل هذه سيارتك؟
Is this your car? نعم هذه سيارتي. Yes, this is my car. هل هذه سيارتك أيضا؟ Is this your car as well? لا هذه سيارته. No, this is his car. Mr. Rehana, read the example. جي سر، مثال سيارة، هل هذه سيارتك؟ Is this your car؟ نعم هذه سيارتي. Yes, this is my car. هل هذه سيارتك أيضا؟ Is this your car as well؟ لا هذه سيارته. No, this is his car. حقيبة، هل هذه حقيبتك؟ حقيبتك هل هذه حقيبتك؟ نعم هذه حقيبتي. ٹھیک سر. اوكي then هل اور جو دوسرا سوال تھا سر، هل یہ جو مکتب هذه کا ہے ولا حقيبتك ايضا؟ جی، دو بیگے. هل هل هذه هذه حقيبتك جی ايضا؟ هل هذه حقيبتك ايضا؟ لا هذه حقيبته. نہیں نو دس از his bag. هیز بیگ. جی هذه مكتبك. هل مكتبك هذا مكتبك؟ هل هذا مكتبك؟ لا هذا لا هذا يا نعم هذا مكتبي. هل هذا مكتبك؟ مكتبك أيضا. مكتبك أيضا. هل هذا مكتبك أيضا؟ لا لا هذا مكتبته. مكتبه. مكتبه. इसका भी बनाना है सर. yes هل هذه حجرتك؟ هل هذه حجرتك؟ نعم أنا أسأل. نعم yes نعم هذه حجرتي. هل هذه حجرتك أيضا؟ لا هذه حجرته. سبينا يس سر. شريف سر، هل so what does شريف means؟ tape tape. okay. tape record شريف is masculine. yes هل هذا شريطك؟ نعم هذا شريطي. yes this is my tape recorder. then هل هذا شريطك أيضا؟ this is your tape as well. لا هذا شريطه. no this is his tape. then أوراق is document. so مذكرات oh, sorry مذكرات. مذكرات is the notebooks. نوتس notes. okay. so هل هل هذه sir notes will be female. yes no so هل هذه مذكرات
نعم هذه مذكراتي، مذكراتي. مذكراتي. then هل هذه مذكرة تك أيضا؟ لا هذه مذكرة تك. Is it okay? Yes. Then أوراق، هل هذا أوراقك؟ نعم هذا أوراقي. أوراق is feminine. Okay، هذه هل هذه أوراقي؟ Then هل هذه أوراق، هل هذه أوراقي؟ أوراقك. أوراق في أيضا؟ لا هذه أوراق في هذه أوراقه. أوراقه. ده حديقة، هل هذه حديقتك؟ نعم هذه حديقتي. then هل هذه حديقتك أيضا؟ لا هذه حديقته. التدريب الثالث. Yes. سر أوراق کے بارے میں پوچھنا تھا سر، کہ ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ فیمینائن ورڈ ہے؟ جو بھی غیر اوراق. عاقل جمع ہوتی ہے وہ مونس ہوتی ہے. اوکے جی سر، غیر جی عاقل سر، جمع مونس جزاک ہوتی اللہ ہے. خیر. ویکون جی سر، التدريب الثالث عشر الترمیم 13th exercise. اقرأ read ولاحظ and observe التغير the change في كل جملة مما يأتي in each sentence which are below. Read and note the change in each sentence which are below. هل هذا هو الطالب الذي يدرس في المعهد؟ Is this the student who studies in the institute? So basically you need to just read and translate, nothing else. Miss Amina. هل هذا هو الطالب الذي يدرس في المعهد؟ Is this the student who studies in the institute؟ هل هذه هي الطالبة التي تدرس في المعهد؟ Is this the student who studies in the institute؟ Yes. هل هذان هما طالبان طالبان اللذان اللذان يدرسان في المعهد؟ Is this the are two these students؟ two the Yes, student. are these the two students which study in the institute؟ Who are studying in the institute? هو studying in the institute. هل هاتان هما طالبتان؟ هومت طالبتان اللتان طالبتان اللتان تدرسان في المعهد. This trick also to translate. are these two the students? Are these two the students who studies in the institute؟ Who study in the institute, okay? هل هؤلاء هم طلاب الذين يدرسون في المعهد؟ Is this Are these the students who study in the institute؟ Yes. هل هؤلاء هن الطالبان
طالبات طالبات اللاتي طالبات اللاتي يدرسن في المعهد. The students studying the institute who studying it. التدريب الرابع عشر 14th exercise استخدم use الضمائر the pronouns وغير and change ما what يلزم necessary استخدم الضمائر وغير ما يلزم use make use of the pronouns and change what is necessary هل أنت الذي فعلت هذا؟ Are you the one who did this? Miss Rihanna, next. جي سر. اس میں کیا کرنا ہے سر؟ آپ نے کہا هل انت الذي فعلت هذا، کیا Now یہ you آپ نے کیا ہے؟ need to جی put the pronoun Anna in this sentence. انا Yes. نعم No. انا ام No. ہاں جی اسی جملے کے اندر آپ نے انا کو ڈال دینا ہے. هل انا الذي فعلت هذا؟ جی سر ٹھیک ہے ان شاء الله. انا هل ستارت مي هل انا الذي فعلت هذا، Okay. کیا یہ میں نے کیا ہے؟ کیا میں وہ ہوں جس نے یہ کیا ہے؟ اچھا، Am کیا I پھر the میں نے one جو who did this? اچھا هل نحن الذي فعلت ماذا فعلنا هذا؟ فعلنا جي. هل نحن الذي فعلنا هذا؟ هل أنت الذي فعلتين هذا؟ فعلتي فعلتي هي أنا simple فعلتين فعلتي هي أنا سر جي simple فعلتي because it is past جي هل هل أنتما الذي فعلتم هذا؟ wait a second هل أنت الذي هل أنت هل نحن الذي هل أنت so هل أنت التي okay الذي will also change into التي التي جي سر Here they didn't give the example of that second person. No problem. So, هل أنت التي فعلت هذا? Next. هل أنتما فعلتم هذا؟ هل أنتم اللذان هل أنتم هل اللذان أنتما اللذان جي دول هو. هل أنتما اللذان هذا؟ هل أنتما اللذان هذا؟ هل أنتم هل What is the sentence أنتم here? الذين جي هل أنتم هل اللتان أنتما اللتان ها سكند ولا فيمينين كلي جي هل أنتما اللتان هذا؟ فعلتما هذا فعلتما هذا؟ هل أنتم هل أنتم
الذين، هل أنتم الذين تعلمون؟ في هل كده أنتم تعلمون؟ الذين هل أنتم الذين فعلتوا أو فعل دي فعلتم دي نون نون دروب هو جاي من هذا، فعلتم فعلمون فعلتوا تم 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 فعلتم هل أنتم هل أنتم هل أنتم الذين فعلتوا هذا فعلتم هذا؟ فعلتم هذا هو كم؟ هل هو الذي أنا سأل؟ يس، هل هو الذي جي، هل هو الذي يفعل هذا؟ يفعلت هذا؟ هل هو الذي فعل هذا؟ فعل، هل هو الذي فعل هذا؟ هي التي، يا هي الذي، هي مثلا سنجلر كي لیے التي هيگا هل هي التي جی، هل فعلت؟ هي فعلت هذا، هل هي التي فعلت هذا، هل هما اللذان فعلتما، هل هما اللذان فعلتما هذا؟ نو نو نو، فور مذكر، جي، هل هما اللذان فعلا لام الف لا هذا؟ فعل جي جي سر. هل هما اللذان فعلا هذا؟ هل هما اللتان فعلت هذا؟ ٹھیک، اوكي، هل هما اللتان فعلتا هذا؟ اوكي، هذا جي، هل هم الذين فعلوا هذا؟ هل هم الذين فعلوا هذا؟ ٹھیک سر، هل هم هل الذين هم هل جي هم هل هم الذين فعلوا هذا؟ هل هم الذين فعلوا هذا؟ هل هن اللاتي هنا سر، يس، هل هن اللاتي هل هن اللاتي فعلنا فعلنا جی، لاسٹ کا سیگے میں تبدیلی ہے نا سر اس کے، يس، فعلنا هذا. فعلنا حسنا. التدريب الخامس عشر، 15th exercise، اقرأ ثم اكتب كلمة العميدة مكانها. Read, then write the word amida at the place of ha. You need to replace ha with the word amida. Miss Samina. جاءت فاطمة لتتعلم اللغة العربية، سألت فاطمة عن مكتب عميدتي اسم تالية، وذهبت إليها في وذهبت إلى العميدة. إلى العميدة في مكتبي على العميدة في مكتب وس... العميدة. أوكي. في مكتب العميدة
وسلمت عليه وعلي على الأميدة. العميدة. أوكي، على الأميدة، على الأميدة، وقدمت إلى الأميدة وقدمت إلى الأوراق. العميدة، عميدة الأوراق. أوكي، الأوراق قرأت الأميدة الأوراق، وقبلت قبل قبلت قبلت فاطمة فاطمة شكر الأميدة، شكرت العميدة. شكرت الأميدة وسلمت على الأميدة، ثم خرجت من مكتب الأميدة. تدريب السادس عشرة، 16th exercise. كون جملا كالمثال، make sentences like the example. خرجت فاطمة وهذه عقيبتها. فاطمة went out and this is her bag. Miss آمنة، سعاد. خرجت سعاد وهذا كتابها. وهذا كتابها. اوكي، خلود سنم. خلود is a name. yes إيميل. yes I think it is male name. Yeah, it looks like إيميل. Okay. सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही है सर. I think خلود is female. باقي other students, do you see the screen? Yeah, I can see the screen. This means Miss Rihanna, some problem is on your side, okay? जो अभी जो बता रहे के लर्न अरेबिक यूट्यूब वो सब जी, अब इस जो दिख रहे हैं ना दाल जीम, हाँ ये नजर आ रहा है सर. हाँ, यही है. So خلود is feminine name, not masculine. Okay, ओके सर. मैं सामने रीड दिस. शी हैज लॉस्ट इंटरनेट. नेक्स्ट मिस मरियम, यस सर. रीड दिस. خرجت خلود وهذه ثوبها. وهذا ثوبها. اوكي سر. ثوبها related to سر. dress. you related to the ثوبة. هذا related to ثوب. هذا اوكي سر. ثوبها. اوكي سر. هذه خرجت مريم وهذا قلمها. خرج إحسان وهذا بيته. خرجت هند وهذه كراسة. كراستها. كراستها هذه خرجت أسماء ابن سر. this is وهذه ابنتها. وهذه ابنتها زينب. خرجت زينب زينب. وهذا زينب سر. yes or simple زينب you can say. وهذا والدها. ولدها. ولدها سر. Anybody, any question?
Yes, sir. One question I have, that is that fal to for whom we use fal fal to or fal to ha I did not falu understand to, your question. What is your question? sir? For this the last istakhdimil zamaira wa ghayru ma yalzamu. This one, sir. So the last for whom, for they, for they we use that Okay, listen, masculine. listen, listen. Falsu. Yes. Hal hum Yes. allazina Allazina faalu or faal. So it won't be faalu. falsu. Okay, No, no, faalu. no, faalu. Okay. Okay, sir. This one only I wanted to confirm. Okay, thank you. فعلوا هذا مس ريهانا. جي سر فمن التي أليف لام تايا التي التي هماري آواز آ رہی سر yes to will want أرادا not أرادا شاء 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 يشاء then هناك سر نعم after that بعد ثم ثم إن دالي تلك 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 لكن لكن وقت 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 الآن الآن آن عام سنة عام عام أعوام ليس ما ما ذهب راح وراج راح 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 يروح راح الذي spelling ألف لام زايا سبينا we sir, talking first one عنا يعني so to work to function is عمل عمل third يعمل around about is حول third one حول عمل is to work عمل to يعمل function first. Goodness work is خير first. خير حول حول is حي حاو واو لام حول to mean عنا يعني
is fly. عين يا مدام. Scientist. وجد يجد وجد يوجد. Budget. Function to make prepare was عملية عملية عيني عملية عملية يعمل. وجد يجد وجد budget to يوجد. يوجد to find وجد places يجد وجد يوجد. to find to mean imply is يعني عن يعني عن عن يا يعني يعني to find to exist is وجد 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 يجد وجد وجد يوجد. بالناس خير خيار خير around حول حي واو لو لا لام goodness خير خاي يا را شو 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 نمبر وان شو نمبر وان وطني وطنيون. بس بنزين هاي نمبر فور وطني وطني وطنيون. نمبر وان وات لا شو وطني وطنيون. نمبر تو وطني وطنيون. مدينة مدن. وطني وطنيون. نمبر وان وطني وطنيون. نمبر وان مدينة دينا مدن. نمبر فور مدينة مدن. شو نمبر تو شو نمبر تري مدينة مدن. ابن ترناء ابن ترناء نمبر وان ابن ترناء. نمبر تو ابن ترناء ابن ترناء ابن نمبر ترناء. وان We will stop here and next time, inshallah, continue. See you all next inshallah. time. Ma'asalam. Ma'asalam.